بسم الله الرحمن الرحيم. إذا متابعينا مشاهدينا مستمعينا الكرام، لا زالت أشواطنا متواصلة، شوطا يلي شوطها هنا انطلاقة شوطنا السادس للأبكار الحقائق. إذا كما أهني وبارك مالك شرارة بجاش بن جابر المري من انتزع الشوط الأول، انتزع السيارة، تهانينا والناموس لجميع الفائزين. إذن ما هي للحظات نوافيكم مع الخمس المراكز المتقدمة وأول المنطلقات وأول الباحثات من أجل الناموس، معزة مع مقدمة الشوط صالح بن قبلان الصمصام اليامي، يتقدمون أبناي نجران مع المركز الأول. المركز الثاني، ثاني الأسماء وثاني التحدي، وصلت أماني طلق بن شاكر الشريف على المركز الثاني. المركز الثالث مزاج فيصل بن محمد بن دهمان المري، والمركز الرابع وصل ابو سعيد لكي يقدم لنا الشهنية محمد بن سعيد الدهن، والمركز الخامس سيدة عبيد بن سلمان بن قويد الدوسري مع المركز الخامس. هكذا كانت النتيجة مع الخمس المراكز المتقدمة، لكن اعود مع أبنائي نجران، أعود مع الصمصام، أعود مع معزة، معزة معزة معزة، صالح بن قبلان الصمصام اليامي لكي يقدم لنا معزة مع مقدمة الشوط وصدارة الشوط. الله يا أبو قبلان ركز شوي والتركيز هام. المركز الثاني وصل أبو سعيد يتقدم مع شانية محمد بن سعيد الدهن مع المركز الثاني، والمركز الثالث وصل في هذه اللحظات الاسم القادم، وصلت سيدة عبيد بن سلمان بن قويد الدوسري يتقدم، والاسم القادم وصل بن فرج، وصلت الجازي صالح بن فرج اليامي يتقدم، والمركز المركز الخامس وصلت في هذه اللحظات وصلت الشنيف هيد بن محمد البتلة، ولكن أعود للصدارة، أعود إلى مقدمة الشوط، أعود مع أبو سعيد لكي يقدم لنا الشانية. الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير يا مضمرين يا عمالقة، الشانية مع الصدارة، شعار محمد بن سعيد مع مقدمة الشوط لكي يقدم لنا الشانية، لكن الاسم القادم وصلت في هذه اللحظات وتقدمت مع ثاني الاسماء وثاني التحدي يتقدمون، وصل صالح بن فرج اليومي الجازي بو سلمان مع المركز الثالث، مع سيدة المركز الرابع سلامة تتقدم، وشعار فهيد بن محمد البتلة مع سلامة، والمركز الخامس وصلت خير خيرة، وصل عبد الله بن مسفر اليومي يتقدمون أبنائي نجران، لكن بوسعيد بوسعيد مع الصدارة. الله الله الله، مع شانية محمد بن سعيد الدهن مع مقدمة الشوط. الله، ولكن الاسم القادم وصلت الجازي، لكن القادم سلابة 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 فهيد بن محمد البتلة، لكن خلاص 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 الأمور مع الدهن. تهانينا والناموس مالك شاني محمد بن سعيد الدهن، واسعد الله صباحك يا أبو سعيد. المركز الثاني سلابة، شعار فهيد بن محمد البتل. المركز الثالث، ثالث المراكز شعار صالح بن فرج اليامي مع الجازي، والمركز الرابع شعار حمد أربيعان السبيعي، والمركز الخامس نحيله ونتركه إلى لجنة الخط والتحكيم. إذا